هذا من خلال ايضا اللاعب خالد بالعيد اللاعب المخضرم ذهب الى سالجنكار الهندي. سالم موسى متواجد مع النجم اللبناني سامر فضل حارس الاحتياطي. نعلم ما هو لكن القرار في الاول والاخير لدى محمد موسى ابو لوم والمساعد الثاني يوسف ادريس. ركله حره للمنتخب الباكستاني. حسن بشير راح يبحث عن هدف النصر الفارق داخل منطقه الجزاء. دربكه وصلت بهذا الشكل الى ياسر الجبر الذي يعود الى الخط الخلفي من اجل عمل الزيادات العدديه بان يسجل وان يحقق الهدف الثاني. كوبراس الى خارج ارضيه الملعب. المنتخب الباكستاني ايضا ما تنقصه هي الثقه بيمتلكون بعض الاحيان بعض اللعبات المهاريه تجلى الثقه. واجهت حسن بشير مباراه الركلات الجزائيه. حسن بشير محمد عياش في المرمى. عياش بشير عياش المرمى جول. جول اول لصالح المنتخب الباكستاني. حسن بشير ياتي بالبشاره للجمهور الباكستاني الحاضر في مدرجات استاد حمد الكبير. سجل منتخب باكستان اول اهداف اللقاء. اول اهداف انسد في 90 وضعها صعبه 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 على حارس المرمى محمد ابراهيم عياش وضعها في الزاويه مستحيله في الكره الماضيه من ركله جزاء. اصبحت النتيجه 2-1 2-1 لصالح المنتخب اليمني. هذه النتيجه بالحسابات ما انتهت عليها هذه المباراه. باكستان تحتاج للفوز 1-0 اذا ما ارادت التواجد في احداث هذا اللقاء. المنتخب الباكستاني الكره اللعبه الركنيه. عياش اعلى من الجميع بقبضه اليد يبعدها. سددها حسن بشير الى خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى. واكثر من لاعب يمني حماد الزبيري ومحمد عياش. الأخيرة هنا التسديدة خطيرة. الله تسديدة خطيرة للمنتخب الباكستاني. تأتي التسديدة من حسن بشير اللاعب المتواجد في الدوري الباكستاني. حاول أو الدوري الدنماركي حاول مباغتة حارس المرمى اليمني محمد إبراهيم عياش لكن كرته ذهبت إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى.